نكمل مع حضراتكم باقة أخبارنا ومتابعتنا. النهاردة العالم بيحتفل يوم 11 يوليو بذكرى اليوم العالمي للسكان. في المناسبة دي بنقترب من التفاصيل الخاصة بجهود الدولة عشان نحسس خصائص السكان وآخر الخدمات الصحية المقدمة لهم أيضا في هذا الإطار. معنا هاتفيا دكتورة عاملة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان. دكتورة عاملة، صباح الخيرات. صباح النور يا فندم، أهلا بك يا دكتورة عاملة معنا في كل 8 سنة وأنتم طيبين. وإنتي بصحة وسلامة. دايما بنقول الزيادة السكانية بتلتهم كل مخططات التنمية، فإيه هي المجهودات المبذولة وإيه هو اللي على أجندتنا في الفترة القادمة عشان نحسن خصائص السكان وما المهم من هذا الهدف؟ الحقيقة ملف السكان ده ملف زي ما حضرتك قلتي مصر بتعاني منه على مدى السنين، وفعلا بيلتهم جميع العمل اللي مصر بتقوم بيه علشان تحسين وضع ورفاهة المواطن المصري. لكن احنا في مصر حاليا بندخل في هذا الملف زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، اولا بتحسين الخصائص السكانية لان بناء الانسان المصري هو هدف القيادة السياسية. وحضرتك يمكن سمعنا كلنا في مصر انه بنبارك لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية. ليه اتحط التايتل ده؟ علشان فعلا مصر معنيه بالتنميه البشريه. دي اكثر حاجه هتوفر على مصر مليارات من الجنيهات بتصرف على التدني في صحه المواطن المصري وفي تعليمه وفي مستقبله وفي نشاته. لكن ما ننساش ابدا ان برضه بجانب ده في المباعده ما بين الحمل المتعاقد، لان ثبت بالعلم انه الاولاد اللي بتولدوا بينهم اقل من سنتين اللي هي الفاميلي بلاننج او التخطيط بالظبط كده الاسري بيكونوا عرضه للوفاه 7 مرات اكثر من الطفل اللي بيتولد ما بينه وما بين اخوه من 3 ل5 سنين، وبيكون عرضه للتوحد 3 اضعاف الطفل اللي بيتولد ما بينه وما بين اخوه من 3 ل5 سنين. والام نفسها معرضه للخطوره. ده طبعا ده يعني انا بتكلم على الاطفال، لكن طبعا الامهات لازم يبنوا رصيد جسمهم ما بين فترة الحمل وتربية الطفل في السنتين الأولى من عمره وما بين الاستعداد للطفل القادم. هي كمان لازم يرجع الحديد عندها الوضع الطبيعي، يطلع المعادن عندها الوضع الطبيعي، تعيش ترتاح من فكرة إنها معنية بتربية طفل. يمكن أنا بنتهز الفرصة وبقول لكل أمهاتنا وكل أبهاتنا إنه وظيفة الأم والأب دي وظيفة لابد ان نستعد لها بكل المعلومات اللي تساعدنا على اننا نقي اولادنا من مشاكل صحيه ليس لها حصر، فقط لاننا مش عارفين ازاي نربي اولادنا وازاي نستعد لهم من قبل الحمل بسنه. صحيح، مش اي تي ام بس خالص، يعني حضرتك مثلا انه انه اولادنا امهاتنا في مصر عندهم نسبه عاليه جدا من الأنيميا، 47% من الحوامل عندهم أنيميا، والأنيميا دي يعني نقص حديد، يعني تكوين خلايا المخ وقدراته الذهنية للطفل وهو في بطن أمه بتتأثر، وبالتالي كل أم عايزة تحمل لازم على الأقل تاخد حديد وتاكل أكل صحي علشان توصل الهيموجلوبين بتاعها ل 11 قبل ما تفكر إنها تجيب طفل. طب هو ايه المقصود بمصطلح تحسين خصائص السكان؟ بالظبط، تحسين خصائص السكان يعني المواطن المصري يبقى اولا بيتمتع بصحه جيده، ده الخاصه الاولى لان هي اساس التعليم الجيد. يعني لو الطفل ما اترباش واكل كويس وتربى تربيه ايجابيه هيكون عنده ضعف شديد في القدرات الذهنيه، اجي ادخله المدرسه ما يبقاش قادر على ده، وبالتالي في المستقبل هيبقى غير منتج. طبعا كنا بنتناقش مع اسباب التسرب من التعليم. من اهم اسباب التسرب من التعليم ان الاسر المصريه ما بتهتمش بفتره الطفوله المبكره اللي هي اول 6 سنين في عمر الطفل المسؤوله عن تكوين 90% من قدراته الذهنيه. يبقى الصحه وبعدها التعليم، التعليم هو روح الامم، التعليم هو مستقبل الأمم طبعا. التعليم هو الانطلاق لعالم آخر، تقدري تعيشي حياتك برفاهة، تقدري تكسبي كويس،
وتنمي نفسك اقتصاديا، وده المحور الثالث لتحسين الخصائص السكانية، ان انا اعمل تمكين اقتصادي للأسرة. والتمكين الاقتصادي يخليها تقدر تنفذ اللي هتتوعى بيه بالنسبة لابنها. لو ما عندهاش دخل كويس تعرف تكله كويس، لو ما عندهاش دخل كويس مش هيكون عندها الوقت انها تقعد معاه وتديله الرصيد اللي احنا عايزينه يكبر بيه. فدي النقطة الثانية. وكمان التمكين الثقافي وليس التعليم فقط، يعني التعليم شيء والتعلم والثقافة شيء آخر. احنا عايزين أمهاتنا تكون بذرة حية لنشأة سليمة وزرعة سليمة تفضل ترعاها لغاية ما تخلص على الأقل فترة الطفولة المبكرة. بعدها تلاقي الطفل بينطلق لوحده لأنه اتبنى صح، زي الزرعة اللي تزرعيها مظبوط وترويها كويس قوي في أول ما كانت جذور في نبتة صغيرة تلاقيها ما شاء الله تثمر ثمرة جيدة. أنا نفسي أتجه برضو للأسرة المصرية في اليوم الجميل ده ومن خلال قناة حضرتك، إني أقول لهم إن الأسرة هي أم وأب بكل تأكيد، له دور حيوي جدا في تربية أطفاله. لكن في ظل تولي حضرتك المسؤولية كنائب وزير الصحة لشؤون السكان، إيه المقترح إن هو يقدم كآليات بقى تنفيذ البنود اللي حضرتك ذكرتيها دي كلها؟ تمام. إيه الخطوات اللي هتتخذوها؟ إحنا زي ما حضرتك عارفة إن إحنا أطلقنا في السنة اللي فاتت استراتيجية القومية للسكان، والاستراتيجية دي في 6 محاور، واطلقها معالي وزير الصحه والسكان في المؤتمر، واحنا من ايام 2023 ومن قبل ما تبنى اتولى هذا المركز واحنا بننفذ هذه الاستراتيجيه بالتوازي في 27 محافظه. بنعمل فيها ايه؟ الحقوق الانجابيه، حفظ الحقوق الانجابيه للاسره، التعليم والتعلم، تنميه الاسره وتنميه المراه، لأن المرأة أساس الاهتمام بالشباب. يعني هي مقسمة إلى محاور، خاص بالمرأة، محاور. خاص بالطفل، خاص بالتعلم، صحيح كده؟ تمام. إلى جانب هذا بقى أطلقنا مبادرة رئيس الجمهورية الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية، وجاري حاليا تطبيقها في 27 محافظة. المبادرة دي بتنفذ اللي أنا قلت لحضرتك عليه، هو الاستفادة من أول 1000 يوم في حياة الطفل اللي هي فترة الحمل زائد أول 2 سنين من عمره، والمسؤولة عن 85% من قدراته النفسية والذهنية والجسمانية والبيئية. يعني الطفل بيبقى أنت مش حاسة أنه بيتعلم منك حاجة وهو عمال يلقط، بيبقى كاميرا ماشية طبعا وريكوردر بيسجل. الإنسان ابن بيئته بالظبط. فأنت كل ما بتشتغلي عليه في الفترة دي بتديله كل حاجة هو ممكن يعيش فيها بعد كده، بس ما تشتغليش من غير معرفة. وبالتالي المبادرة دي بنطبقها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبننشئ غرف للمشورة الأسرية علشان نقدم المشورة بشكل مباشر ما بين الأم ومقدمة المشورة، وده هينتشر على مراكز الرعاية الصحية على 27 محافظة. إلى جانب إن إحنا الدولة معنية جدا بتوفير وسائل تنظيم الأسرة في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه بدون مقابل، والوسائل دي بنهتم فيها جدا بوسائل طويله المفعول اللي هي زي اللولب، زي الكبسوله، زي الحقن. ليه؟ لان احنا مش عايزين نزعج المراه انها تفكر ان انا نسيت الحبايه، انا خدت الحبايه، يحصل لها حمل غير مرغوب فيه، والحمل الغير مرغوب فيه هي نفسها ما بتكونش متقبلاه، وبالتالي الطفل بيعاني نفسيا من هذا الشعور حتى وهو في بطنها. يعني لو هي حاسه انها حملت وهي مش راضيه، هو وفي بطنها بتنزل مواد كيماويه بتاثر على مخه. ده جزء تاني اللي هو تنظيم الاسره وتوفير الوسائل. واحنا الحقيقه بننتهز برضو هذا اليوم الجميل واقول للاهالي 3 نصايح هتوفر علينا فقد 50% من الوسائل اللي بتتركب. لو حد قال لك اي حاجه على وسيله تنظيم الاسره اللي انت مركباها، من فضلك ما تشيليهاش وارجعي للوحده الصحيه وقولي الشكوى بتاعتك للطبيب او للممرضه او لمقدمه المشوره، لانه في عدد كبير من الشائعات اللي بتحيط بالوسائل وليس لها اي معنى ولا اي صحه. النقطه الثانيه، لو عايزه ما تحمليش وقررتي تنظيم الاسره، من فضلك تحافظي على الوسيله
وترتبيها باسرع وقت ممكن، لان الامهات ساعات بيتخيلوا ان يعني اسبوع اسبوعين، هي ما بتضمنش خالص ان ما يحصلش الحمل في هذه الفتره. النقطه الثالثه، احنا موجودين على مدار 24 ساعه، يا اما في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، يا اما في الجمعيات الاهليه بنعمل مراكز دلوقتي للمشوره الاسريه، يا اما كمان في القطاع الخاص هيكون لنا تواجد ببرج مراكز المشوره الاسريه، وحتى في المستشفيات هيكون في مراكز المشوره الاسريه. فارجعي دايما وخدي المعلومه من مصدرها، وابعدي عن مصادر المعلومه المشوهه. دكتور عامله الالفي، نائب وزير الصحه لشؤون السكان، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكان مهم قوي ان احنا نتطرق للموضوع ده، ملف السكان ده وتغيير خصائص السكان فكره كبيره قوي ومحاورها متعدده، وتنفيذها كمان لا يخلو من الصعوبه، لانه انت بتغير خصائص سكان كامله زي ما دكتور عبله كانت بتشرح بقى بالتفاصيل والمحاور. لكن خلينا برضو نرجع لمقوله الدكتور مصطفى مدبولي لما عرض الخرائط وقال لنا ان احنا الهرم السكاني بتاعنا ماشي عامل ازاي، وقال لنا ان احنا 60% من شعبنا شباب، بس عشان يكونوا شباب ما ينفعش تقول شباب ونقف، لا، عايزين شباب اصحاء، وده اللي لابد ان احنا عشانه نغير خصائص السكان عشان في الاخر نلاقي الانتاجيه اللي احنا عايزينها، وهي ثمره الشباب ده ان هي ثمره صحيه، وايضا هي ثمره الانتاجيه الصحيحه.